فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أغمض عيني في الصلاة يأتيني الخشوع، ولكن إذا فتحتهما فإني أنشغل بالرسومات الموجودة في القطيفة. قد جربت ذلك أكثر. إيش؟ أشتغل بالرسومات الموجودة في القطيفة، وقد جربت هذا، فهل لي أو هل فعلي صحيح وهو التغميض؟ يكره تغميض العينين في الصلاة إلا لحاجة، إذا كان لحاجة يجوز. لا تنظر إلى السجادة، لا تنظر إلى السجادة ولا تغمض عينيك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.